أحسن الله إليكم يا شيخ. الموعظة بصفة دائمة عن القبر. نعم. الموعظة بصفة دائمة عن القبر ما حكمها؟ الذي أرى أنها خلاف السنة. الموعظة دائما على القبر. نعم. خلاف السنة. لأنها ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الذي هو أنصف الخلق للخلق. نعم. وأحرصهم على إبلاغ الحق. نعم. ولم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وعظ على قبر قائما يتكلم كما يتكلم الخطيب أبدا. إنما وقع من كلمات مثل ما وقع منه حين انتهوا إلى القبر ولم يلحد، فجلس عليه الصلاة والسلام وجلس الناس حوله، فجعل ينكت بمخصرة معه بالأرض ويحدثهم ماذا يكون عند الموت. هذه واحدة، وهذه ليست خطبة. ما قام خطيبا في الناس يعظهم ويتكلم معه. والثاني حينما كان قائما على شفير القبر فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة أو النار. فقالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما أن يتخذ هذا عادة كلما دفن ميت قام أحد الناس خطيبا يتكلم، فهذا ليس من عادة السلف إطلاقا، وليرجع إلى السنة في هذا الشيء. وأخشى أن يكون هذا من التنطع، لأن المقام في الحقيقة مقام خشوع وسكون، ليس مقام إثارة للعواطف. ومواضع الخطبة هي المنابر والمساجد كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا. ولا يمكن أن نستدل بالأخص على الأعم، يعني لو قال قائل: سنجعل حديث علي حينما وقف على شفير القبر، وكذلك الحديث الآخر حينما جلس ينتظرون أن يلحد القبر وتحدث إليهم، لو قال: أن نريد أن نجعله أصلا في هذه المسألة، قلنا: لا أصح هذا الأصل، لأنه لو كان أصلا في هذه المسألة لاستعمله النبي عليه الصلاة والسلام في حياته، فلما تركه كان تركه هو السنة. نعم.